السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، معاكم اخوكم احمد النشيد ديفز لورد من قناة ديفز جيم ديفز كوميونيتي ديفز اوبس، وعندنا قناة جديدة ديفز ستيشن. اليوم عندنا لكم فيديو راح نراويكم فيه ان فيفا 12 او فيفا 2012 نزلت الديمو، نزل على الستور الامريكي. اكرر مرة ثانية، على الستور الامريكي USA ستور، مو الستور الاوروبي. هاي النسخة اللي قاعد ننزلها الحين مع الحجم الكبير لها 1430 ميجا بايت، ما راح تكون باللغة العربية، راح تكون باللغة الإنجليزية. للي يبي يلعب اللعبة باللغة العربية ومتحمس لها باللغة العربية يقدر يضغط على الرابط ويشوف الصور باللغة العربية للعبة. أتمنى أن الديمو اللي راح ينزل على الستور الأوروبي اليوم والديمو اللي راح ينزل على الستور السعودي والستور الإماراتي يكون فيهم اللغة العربية، لأن هذين الستورات اللي تخص الميدل إيست أو تخص الشرق الأوسط. فاللي يبي يلعب اللعبة باللغة العربية يصبر ونزل الديمو على الستور من الستور الإماراتي أو الستور السعودي. وهي الشيء مو متأكد منه، راح نتأكد منه من الشركة ونرسل لهم إيميل نسألهم متى راح ينزل الديمو باللغة العربية إذا كان في ديمو باللغة العربية. بس في هاي الوقت راح نلعب اللعبة ونحط لكم رأينا عن اللعبة والأشياء اللي شفناها في اللعبة وكومنتريز عن اللعبة إن شاء الله في اليوم وبكرة. لا تنسوا تضغطوا على زر لايك وسبسكرايب وتحطون لنا كومنت. واللي يسأل إذا نزلت اللعبة على الستور الستور إذا نزلت على المايكروسوفت أو الإكس بوكس، اللعبة نزلت على الإكس بوكس الديمو ونزلت بعد على البي سي. نشوفكم مرة ثانية شباب، لايك كومنت سبسكرايب ومع السلامة.